اليوم رح نبلش ورشتنا استخدام لنتعلم بواسطة مثال عن نموذج معدن صغير، منشأ معدن صغير، كيف نستخدم برنامج الروبوت، كيف نحلل ونصمم باستخدام برنامج الروبوت. نعتبر هاي مثل مظلي، السيارات بتجي بتصف تحتها، تمام؟ وبالتالي هو مثل ما احنا شايفين منشأ صغير، بس احنا هدفنا ناخد فكرة عن كيفية استخدام البرنامج، لأنه برنامج الروبوت هو برنامج كتير ضخم بده تدريب وجهد كبير، يعني جهد من الشخص نفسه لحتى يقدر يتقنه البرنامج. وبالتالي رح نفوت، هي عبارة عن الأبعاد، أبعاد بلاطة هي 4×8، الجوائز كل متر، هاي الجوائز الثانوية، تمام؟ وهذا يعني، والارتفاع خلينا نقول 4 متر الارتفاع، تمام؟ رح نبلش هلا بنمزجته. ندخل أول شي على برنامج الروبوت، من هون. هلا برنامج الروبوت هو برنامج متعدد الاستخدامات، يعني ما بنستخدمه بس فقط لتصميم العناصر وتحليل العناصر، تصميم العناصر المعدنية. فينك تصمم عن طريقه عناصر بيتونية، فينك تدرس عن طريقه وصلات، فينك عن طريقه تدرس عناصر بيتونية منفردة، يعني بغض النظر انك تاخذ الجائزة وحده وتحط القوة عليه، طالع لك تسليحه وبتفرد كمان، طالع اللوحات، فينك تدرس عناصر حجمية، في فولومتريك، مختلف الأوامر. هلأ بس نحنا رح نحكي الفرق ببعض الأوامر، إنه هذا بيلدينج ديزاين، يعني هذا الأمر إذا بدك تمزج بناء بالكامل بدك تدرسه مثلا على قوى الرياح، أو مثلا بدك تدرسه على قوى الزلازل، وبهمك موضوع مثلا العناصر المساحية فرضا، وبدك تستخدم فيه جدران، يعني في عندك استخدام للعناصر المساحية، وبالتالي هذا بيتح لك هون هذا الاستخدام. لأنه شو بيفرق عن باقي، إنه هون أنت فينك تعرف ارتفاعات للطوابق، وبالتالي البرنامج بيقدر بعد حساب قوة القص القاعدي إنه يوزعها على الطوابق بالشكل المناسب، وبالتالي الدراسة الزلزالية هي من هذا الأمر، وتصميم العناصر المساحية مثل بلاطات جدران كمان من هذا الأمر. هون انا بس بيهمني العناصر الخطيه، فريم 3D بتهمني جوائز، اعمدي عناصر تربيط ما بيهمني اكثر شيء، عاده بنستخدم الهنجارات. اللي بيفرق هذا عن هذا انه هذا هنجار 2D، ما بيهمني البعد الداخلي، البعد الثالث، هون بيهمني 3 ابعاد، تمام؟ يعني درجات الحريه للعقاد هون اكثر من هون، تمام؟ هون ما عندي انزياح وقتي للداخل لجوا، ما هون عندي حركه بالفراغ، تمام؟ هون هي من اجل الخزانات والصوامع، هذا جائز 3D. هذا ما بيهتم بالمنشأ، بيهتم بس بالجائز الحامل، يعني إذا أنت عندك منشأ وبتعرف شو الأحمال بدها تقعد على هذا الجائز، وهو هذا الجائز مثلا شكله اعتيادي، يعني فينك يعني برنامج الروبوت بخياراته فينه يأمن لك رسم لكتير أشكال الجوائز الشبكية مباشرة، هو بيعرف لك فورا إنه اتصال المقاطع مع بعضها، اتصال عناصر مكون للجائز الشبكي مع بعضها هو اتصال مفصلي، فبيسرع لك العملية. هون انت اذا لا مثلا جهازك الشبكي كان شكله ما انه نموذجي، وبالتالي او حتى المنشأ كله ما نموذجي، وبالتالي انت تفضل تستخدم هذا الخيار. هذا للسور، لدراسة الكريليش السور، انا ما بستخدمه صراحة. هذا ال2D، هذا مع هذا نظير هاي الفكرة، يعني هون كمان جهاز شبكي ولكن مع اهمال البعد الثالث. حكينا هاي العناصر الحجمية، هون على العناصر المساحية اللي بتعمل فيه مستوية، تمام؟ تصميمه عن طريق هون، هون كونكشنز الوصلات المعدنيه، هون عناصر البيتونيه منفرده اذا بدك تصمم جائز لوحده، عمود اساس بلاطه اللي هو هون. اذا انا بدي ادخل عندي مثلا جائز مقطعه العرضي ما انه نموذجي، انا بدي اشكله مثلا باللحام وما موجود بالبرنامج، وبالتالي انا بفوت بعرفه هون، بعرف المادي المصنوع منه، بعرف معامل المرونه، بشكل اي مقطع وفيني اخده هذا ودخله، اخذه هون وشوف حققه، هل هو محقق اذا استخدمته لجائز بهذا المقطع اللي انا معرفه او غير محقق، عن طريق تحقيق السهوم وتحقيق الشهادات اللي فيه، نجي مراعاة حد الاستقرار والمتاني، تمام؟ هاي ما بدنا نفوت اكثر بالتفاصيل، نحن رح نستخدم هذا الامر اللي هو فريم 3D ديزاين لحتى نمزج فيه منشأنا البسيط. اول شيء هاي واجهة الروبوت نحكي عليها شوي. اي برنامج تحليل انشائي عادة، طبعا هني بيختلفوا البرامج، ولكن الى حد ما بعد استخدامك مستمر
يعني استخدام المتكرر لهم بتصير بتحس فيش مشابه، لأنه بالنهاية هي نفس الطريقة الحسابية. أنت شو بترسم هون هو بيكافئه بنموذج حسابي، أناليتيكال موديل، تمام؟ نموذج تحليلي، وبالتالي هو نموذج تحليلي بيعوضه بعلاقات حسابية ما بهمه. فهي فكرة بالبرامج، إنه أنت بتكون إدخالاتك هي مثل إدخالات رسم مثلا، وإعطاء أبعاد وتحرير عقد، يعني شيء بسيط، بينما هو بياخذ هذا النموذج اللي انت رسمته بيقلبه لنموذج تحليلي اللي هو بيقدر يقلبه لعلاقات رياضيه، وطالع ساعتها الانتقالات لكل العقد وفق طريقه العناصر المحدوده، وبالتالي يطالع العزوم والقوه والاجهادات المتشكله بالعناصر، تمام؟ ف راح نتعرف على البرنامج هلا. بدايه بطلع من فايل فيها شيء معروف سيف open project، فينك project properties print للطباعة، ما كتير شيء مهم ما رح نستخدمه. يعني edit هاي النافذة بتهمنا، اللي فيها delete، فيها paste، فيها copy، فيها select، كيف وفيها ال في هدول الأوامر مهمين، نيموف نقل العنصر مثلا، تدويره، ميرور مثل أمر الأوتوكاد، ولكن vertical أو horizontal مثلا، تمام؟ سكيل تكبير تصغير، تمام؟ هدولني هاي الجروب اوبجكت، اذا بنعمل جروبات للعناصر. هلا بنشوف كمان ديفايد تقسيم، انترسكت تقاطع، تريم، هدول راح نتعرف عليهم خلال، يعني افضل الاوامر راح نتعرف عليهم نحن عم نستخدم البرنامج. طبعا ما راح نقدر نمر عليهم كلهم لانه هي المشروع عم يشتغله هو صغير، بس هدفنا ناخذ فكرة عن البرنامج. هلا فيو هو لتلاعب بطريقة العرض، تماما. إذا بدك تحط هاي، شايف هاي النقط، هاي الشبكة، فينك تلغيهم، فينك تحطهم، فينك تغير مثلا work in 3D مثلا، وهي موجودة وهون فيني أتحكم فيها. هل أنا بدي أشوف 3D هيك مثلا، صرت عم انتقل لفراغي، لما بدي أشوف مثلا X Z، لما بدي أشوف X Y اللي هو هون فيني، لو كان معرف مناسيب، هلا مثل ما بتعرف بصير بتنقل بين الارتفاعات هون. إذا كنت مثلا حاطط على الإكس واي مثلا المسقط الأفقي، ولا مثلا بدي الارتفاع البلاطة الارتفاع كذا، الارتفاع كذا، بينتقل بيناتهم، تمام. هلا الجيومتري، هذا كتير بيهمنا هون. الجيومتري رح نستخدمه دائما إجباري، تمام. في عنا هون النود، العقد، إذا بدنا نرسم عقد بشكل منفصل، طبعا كل عنصر خطي له عقدي بدايته ونهايته، تمام، بشكل افتراضي. بس احيانا انا بدي عقد مساعدي بالرسم، فهون هذا الامر، هذا الامر عناصر الخطية لرسمه، وهذا الاوبجكتس. اذا بدي ارسم اشكال معينة بتساعدني، مثلا لو كنت مثلا بدي ارسم بلاطة شكلها مثلا عقد، فبتساعدني هاي اوامر الاوبجكت. هون عندي insert from library، هذا مثل ما قلنا هون ناخد، اذا بدنا نستدرج، اذا بدنا نستورد جائز شبكة جاهز، تمام، فرضا، أو إطارات جاهزة فورا. فهو بيعطيك خيارات بأنك أنت تاخذ الإطار من عنده، وبالتالي بيسرع لك الحكي، بيسرع لك الشغل، شايف؟ يعني مختلف أشكال جواز شبكية موجود. هي حتى بلاطات عم يقولك بليتس أند تشيلز، يعني مثلا عندك خزان مكعب فورا ما في داعي تقعد ترسمه تاخذ وقت، خلص مكعب، كيف انك تفوت وتدخل الابعاد اللي هو بيعطيك اياها بالنوافذ تبعيته لحتى يرسم لك اياها جاهز، شايف؟ تمام، رسموا. اذا لاحظتوا احنا ما بدنا نفوت بالموضوع، كانسل. هاي الجيومتري، طبعا اذا بدنا نتابع فيها الماتيريالز، الماتيريالز بدنا نعرف مواد، البروبرتيز هي خواص العنصر، المقطع العرضي، محاوره المحلية وغيرها، ما بدي افوت كثير مواضيع. هاي اللود الاحمال، هون مشان تطبيق الاحمال، هون الاناليسيس التحليل والتحقيق، الفيرتيفيكيشن اذا كان النموذج فيه خطا بيعطيني، هون ريزلت، هون اظهار النتائج، هون بيظهر لي مخططات العزوم، راح نتعرف على كل هذا الحكي. ديزاين هون مشان بعد ما نخلص من التحليل تاكدنا انه مخططات العزوم، مخططات القص كلها سليمه، بننتقل للديزاين واللي راح نشوفها. هاي بدايه راح ابلش ارسم مثل ما قلنا نحن بالاوتوكاد عندنا، هذا هو المنشأ تبعنا، 4 متر بثماني، تمام. وقلنا كل متر ومتر هون جاهز، تمام. وهي الأعمدة راح تكون هي آيات، تمام.
اي مقطع اي او مقطع اتش اي بي مثلا، و والجوائز كمان رح تكون اي بي اي. طبعا رح يكون في هذا فريم بهذا، رح تيجي قوى رياح من هون، رح تيجي قوى رياح من هون، فانا لازم ربط بين هاي العناصر من هون بين الاعمده وربط هون، لامن صلابي كصلابي جيده لمقاومه القوى الجانبيه. تمام. هلا رح ننتقل للبرنامج اللي نرسم. بدنا دائما دائما ببرامج التحليل الانشائي يفضل انه نرسم بواسطه شبكه مساعده، شبكه نحط فيها شبكه تاكيس الاعمده، وين ومحلات الجواز يكون واقع بين الأعمدة عادة. تمام. يعني فالشبكة دائما شيء مساعد للرسم. عندك كارتيزيان، يعني شبكة الكارتي العادي، في عندك السلندريكال الأسطوانية، يعني هاي بتعرف بواسطة زاوية ونصف قطر، هاي عادي اكس واي زد. اربيتري هو اذا انت خط الشبكة مثلا عندك منشأك بلاتون فشكلي مانا نموذجي والله مربع ومستطيلي، فانت بدك محاور مايلي مثلا فبترسمه هون بدلاله. شو بدك ترسم؟ المحور بدلاله لاين، بدلاله سيجمنت، بدلاله سيمي لاين. بيعطيك كتير خيارات الروبوت ليساعدك انه تكون نمذجي سهل. هلا رح نبلش هون نحن. طبعا انا على الاكس مثل ما شفنا رح تكون هيك، لا تلاحظ على الاكس بدي محور عند الصفر مثلا ومحور عند الاربع متر، على الواي بدي محور عند الصفر عند الأربعة عند الثمانية، وزد هو عبارة عن ارتفاع المنشأ بده صفر وارتفاع 4 متر بس يشكل السقف. تمام. نفوت معناتها اكس شو بقول له هون؟ عم يقول لي ان البوزيشن عند الصفر صفر، بدك تضيف محور تاني. بقول له ايه، قد كم محور بدك تضيف؟ تضيف محور مبدئيا بأي تباعد، بقديش الديستانس المسافة عن هاد؟ 4. تمام. طيب انا ما عندي غير محور واحد اذا انا باتجاه اكس، يعني اذا رجعنا وشفنا ما بدي غير هذا المحور اللي هو الصفر، ضفنا جنبه هذا الاربعة. هلا هون عندي على الواي 3 صفر اربعة ثمانية. تمام. فبروح الواي لكن هن نزلوا صفر واربعة، انا راح اخلي باتجاه اكس خليهم احرف مثلا، بدي اسميهم اي بي، وعند الواي ارقام. فهلا بقول لي شو كم محور بدك باتجاه واي؟ بدي محورين تبعد بيناتهم 4 متر. لك اد، قلت له اد، صار عندي جاهزين. بروح ازيد هلا هو الارتفاع تبع المنشأ كم محور، بقول له انا بدي بس ارتفاع 4 متر ومحور واحد اد. هيك انا كون شبكتي تقريبا عرفتها بالكامل. بس راح اعطي فكرة هون، هذا الشيء اسمه هون وقت اللي بدي اعمله اول شيء ابلاي، اول شيء راح اعمل ابلاي، صارت الشبكة عندي جاهزة. تمام. الأكسس مانجر هاي الشبكة صارت موجودة هون. هذا الأكسس مانجر إذا كان منشأك صعب فأنت قد تحتاج لأكثر من شبكة مساعدة، فممكن أنت كل شبكة بعد ما ترسم مثلا العناصر اللي محطوطين على هاي الشبكة فينك تخفيها للشبكة وترسم شبكة تانية. شايف كيف اختفيت؟ مجرد أنك أنت تكبس نيو تسمي وحدة مثلا اسم جديد مثلا تي مثلا فرضا نيو، شوف هلا هاي تي قلنا تي. تماما. وشو بدنا فيها المحاور مثلا؟ انا بدي على عزة 5 مثلا وحدة مثلا، والواي مثلا 6 2، والاكس مثلا 3 فرضا. تمام. بس عملت له هيك، حطيت خلي ار مثلا ما مشكلة، اعطاني هاي الشبكة الثانية. ولاحظ صار عندي شبكتين، انا ما بدي هاي، بدي هاي حاليا. اوكي لاحظت رجعت الشبكة الاساسية، هاي ما بدي اياها انا، قول له ديليت. خلاص رجعنا بس مشان طلع الامر ونرجع نفوت من فاعلة. طبعا اوكي ابلاي، لا نحن كنا معرفين ايه. تمام، بس كنترول زد لان كنت معرف الشبكة السابقة وعملت ابلاي مرة تانية. تمام، هاي هي شبكتنا. طيب هلا انا واضح اني انا على 3D. مثل ما قلنا اذا انا بدي اروح على والله على مستوى الجبهة مثلا الاكس زد، فوت من هون صرت على الاكس زد. تمام، لاحظ الاي وبي هني محاور الاكس،
والواحد واثنين يعني محاور. هلا الزد فين غيرهم؟ خليهم بالمناسيب، بدلالة المناسيب مثلا، دلالة الفاليو اكتبها، شايف؟ ابلاي بس، تمام، صارت لك بدلالة المناسيب. بدي مثلا المستوى الجنبي واي زد مثلا، هذا هو، شوف المحاور 1 2 3 والارتفاعات نفسها، تمام. راح نبلش نرسم هلا نحن. راح نطلع مثلا اول شيء بدي اعرف يعني المقاطع بدي اشتغلها وفق اي شو هن المقاطع، يعني مكتبة المقاطع شو هي اللي بدي اخذها، وبالتالي هذا الامر هون مهم. راح نعرف فيه ما بس مكتبة مقاطع، راح نعرف فيه المواد اللي المواد المقطع قديش مقاومته، قديش معامل مرونة الحديد، قديش وزنه الحجمي، قديش معامل التمدد الحراري، تمام. راح نعرف كمان شغلة إضافية اللي هي كود تصميم، كود الأحمال. الأحمال يعني وفق أي فلسفة، طبعا كل كود بياخد حمل بطريقة معينة، يعني هني بالنهاية بيعطوا نتائج متقاربة، بس كل واحد عنده تفضيلات لكيف مثلا تكون كيف تطبيق حمولة الرياح. بس بالنهاية المفروض إنه أنا أتصمم العناصر، طالما عم صمم بنسبة أمان منيحة مثلا، فرضا 0.85 أو 80 مثلا، وبالتالي أنا لازم يكون مقطع محقق على مختلف الكودات بالمنطق، تمام. هلا بدنا نفوت نحن على الجوب تولز، على شيء اسمه جوب بريفرنسز، افضليات الاعمال، هذا هو اللي هون بيهمنا. بيطلع لنا هاي القائمه المنسدله، اللي هون بدنا نختار خصائص مشروعنا، يعني التخصيصات تبعت المشروع الخاص فينا. راح نفوت مثلا على الماتيريالز، تمام. الماتيريالز شو بدك اياها؟ هلا اذا خليتها بريتش مثلا، وفق بريطاني هيك ستيل، فمنفوت على الموديفيكيشن لنشوف شو في عنده مواد. لاحظ هدول المواد المتوافرة عنده، اس 275، اس 350، اس 460 مثلا. اذا رحت مثلا، لا انا بدي، ما بدي هاد فرضا، بدي اليورو كود فرضا، نفوت على الموديفيكيشن، هاي المواد كمان في، مثلا رح اشتغل على اليورو كود اس 275، تمام. المادة يعني راح اختارها، هي انا معرفها اصلا هون وهون، يعني نفس الشيء، خواص نفسها، راح اختارها هون انا للمادة. وهي مثل ما قلنا يونغ موديلس، هذا معامل مروني، هذا معامل بوسون، هذا معامل القص، هذا الوزن الحجمي، هذا معامل التمدد الحراري، هذا معامل التخامد، هاي الريزيستنس المقاومة اللي هي 275 محسوبة، وهي مختلف اللي بنحتاجه يعني لموضوع ستيل، تمام. انا راح اخلي المواد هي تماما ال اس 275. طيب هاي كونكريت البيتون، اذا ما راح نشتغل نحن شيء بيتوني، وهي المنيوم وهذا خشب. خلصنا الماتيريالز. في شغله مهمه قبل راح كنا لازم نفوتها بس ما في مشكله، هي الوحدات، ضبط وحدات العمل، يونت اند فورماتس. شو بدك تشتغل، بواحدة الانش، بواحدة الفيت، بواحدة المتر؟ ها هالشغل بوحدات مترية طبعا. فنفوت هون على الدايمنشنز، بيقول لك شو structural structure dimensions، يعني اطوال الاعمدة، اطوال الجوائز، بدك ترسمها، بدك ترسمها باي واحدة؟ بواحدة المتر. section dimensions، طيب ابعاد المقطع العرضي اذا كنت بدك تعرف، اعطيني اياها بالمليمتر. section properties، خواص المقطع، كمان خليهم كلهم بالمليمتر، يعني هي مثل معامل مروني او كذا، انه مثلا بدك فيهم وحدات تكون بالمليمتر مثلا ضمنهم، تمام. يعني مثلا شهادات بدك تسبع المي، يعني خلاص المقطع. هلا بنشوفها بسكشن بروبرتيز تبين. ستيل كونكشنز، دايمنشنز تبع ابعاد مثلا بعد البرغي عن طرف الصفيحه، بدك اياها مثلا بشو، بالميلي اذا كنا بدنا نشتغل، اذا بدنا نشتغل وصلات. دايمترز فور بارس، اذا ار سي بارس، اذا كنا بنشتغل بيتون، اقطار قضبان التسليح، وبالتالي مليمتر. مساحات التسليح reinforcement areas مليمتر مربع، ما راح تمنع. هاي كراك ويث، عرض الشق مليمتر. فورسز، طيب القوة، يعني الحمولات بدك تدخلها بأي وحدة، كيلو نيوتون، لازم كيلو نيوتون متر. هلا ميجا نيوتون على المتر المربع هي نفس الميجا باسكال، فنحن نعم ستريسز الإجهادات، هاي قلت لك بدي اياها انا خليها ميجا باسكال يعني.
طيب شوفي بقى، يعني هاي بكون خلصنا الواحدات وضابطينهم احنا. هلا ببقي عندي اني اضبط موضوع المقاطع اللي بدي اختارها. انا ضبطت المواد وضبطت الواحدات. طيب المقاطع شو هي؟ كل دولة لها كتالوج مقاطع جاهزة، هاي بتكون مقاطع مدرفلي، فا اي مقاطع بدك تختار. طبعا انا راح افضل مثلا مقاطع الاوروبي فرضا، ففوت هيك باخد اليورو، باخد اوكي تمام. ضفته، شايف من هون adding of new database، بتضيفها. شو بدك section database؟ وفق اي كود اي دولة. انا اخذت اليورو مثلا، هاي يورو، عملت له اوكي اذا اوريدي لانه ضفته انا. هلا بنزل بلاقي تحت، هو ما راح يطلع لي كل هدول، طلع لي اول ثلاثة او اربعة مثلا الاولويات، فانا لازم ارفع هذا اذا بدي اياه يطلع لي مقاطعه، فلازم اطلع له فوق هيك European Section Database، قواعد يعني قاعدة البيانات الخاصة بمقاطع الكود الأوروبي، المقاطع الخاصة بأوروبا. ارفع لفوق هذا السهم، فهي صارت إلى أولوية إني أظهر لي إياها البرنامج. خلص من هاي الفكرة. هاي ستيل أند تمبر، هاي ما يخص مقاطع، خلصنا هون. هلا كود الأحمال، كود التصميم وكود الأحمال. شوف الديزاين كود، بدك تصمم مقاطعك وفق أي كود مثلا بدك تصممه. نقول مثلا بدنا نصمم على الكود الاوروبي مثلا، ف ستيل المنيوم ستراكشر تاخده هيك. تفوت من هون مور خيارات اكتر، هون تفوت بتدور على اي كود بدك، مثلا هذا يورو كود 3 مثلا، هذا هو في غير شيء، لا هذا هو تمام، هذا هو فبناخده هيك، اخذنا 20 صار هون اوكي. هذا الستيل الالمنيوم، هذا للستيل كونكشنز للوصلات بس. وهذا التمبر ستراكشرز، هذا للخشب، هذا للبيتون، هذا للجيوتكنيك. ابي نبي من هذا نحن حاليا لودز الاحمال، كود الاحمال، كيف الكود كل كود له طريقه بتوليد الاحمال تمام. تاني انت تولد الاحمال، وما بس هيك، معاملات التصعيد للاحمال الكودات تختلف اختلاف صغير، ولكن كل كود له معاملة تصعيد. فهي الكود كومبينيشن، اي كود بدك اياه نتابع مثلا احنا على نفس الصعيد مثلا، مثلا الاوروبي فوت هيك اختاره هاد يورو كود. طيب اوكي، شايف ما اخذت له سهم فما ابي اخده، بدك تكبس السهم. وين يور كود؟ لا راح مني، ايه هذا هو تماما يور كود، ناخده هيك اوكي. طيب سنو ويند لودز، توليد الاحمال بدك يوافق اي كود كمان، فوت هون نوفق الكود اوروبي هيك بنكون خلصنا. سايزميك، هاي لو كان اذا بدنا نشتغل زلازل فوفق اي كود هيك بنكون نحن هون خلصنا تمام. نكبس اوكي، فهو عم يغير لي خواص المقطع، خواص الملف كله. هلا بنباشر بالرسم بعد ما عملنا الشبكه تبعتنا. انا راح ارسم على المسقط الافقي تمام، وراح ارسم على المنسوب البلاط الفوق العالي، راح ارسم الاعمده هيك. وبالتالي اول شيء انا راح اعرف مقاطع الاعمده اللي بدي اياها مثلا فرضا، فهو عن طريق امر سيكشنز بار سيكشنز، هذا الامر بعرف فيه المقاطع. شايف في مقاطع جاهزة فورا موجودة، هاي المقاطع انا هون بعرف المقاطع اللي بدي اياه، وبس ارسم برسم بهذا الامر بارز بستدعي مقاطع من هون، بيستدعي هو تلقائيا. وبالتالي شو المقاطع اللي انا بدي اعرفه مشان استدعي وقت الرسم؟ مثلا انا راح اختار
اتش اي بي مثلا 400 مثلا الاعمدي، تمام فرضا. فوت مختار اتش اي بي، اختار هيك 400، اد الجوائز مثلا اي بي اي مثلا 300 مثلا فرضا الرئيسي، او ايه 300. فمفوت من هون ليكون المقاطع شايفهم يوروب، هاي نقيت اي مكتبة بدي اياها اليوروب. شو نوع المقطع؟ من هون باخده اي نوع، انا بدي اياها الاي بي اي. الاي بي اي ليكو اذا بتشوفوا الاي بي اي هذا هو بيكون مثلا من هون، طبعا تختاروا اي بدك اياها الاي بي اي ليكو. مثلا بدي اياها انا 360 فرضا، اد. طيب والجوائز الثانوية بدها تكون طبعا مقطع اصغر 1.5، فانا رح نفرض رح مثلا 200 رح ناخدهم، اد موجود خلاص. طيب بقي عندي البريسنج، العناصر التربيط شو بدي اخدها؟ عناصر التربيط خلينا ناخدهم، هي عناصر لان هي عناصر عامله فقط على القوه المحوريه، وبالتالي انا بدي تكون عناصر مقاطعه من اجل التحنيب الكلي، يعني تعطيني تخفيض للاجهاد قليل، وبالتالي انا بدي احاول ما يكون فيها محور ضعيف، يعني بدي يكون مقطع متناظر، مثل انه لا يكون مربع يكون دائره، تمام. فراح اختار مثلا المقطع الدائري مثلا اللي هو راوند هولو تيوبس، راح اختاره لاعلى التعيين مثلا 40 25 فرضا، اد. هيك نحن عرفنا مقاطعنا وصارت مقاطعنا. طبعا في شغله انه الفكره، مثل مشان نوضح شغله، انه انت اذا بدك تعمل مقطع من هون تختار نوعه معدني بيتوني خشب ألمنيوم اللي هو، هون تختار المادة اللي مشكل منها، تمام. بس هاي الفكرة، ومثل وبالآلية نفسها نشتغل. هلا نرسم أعمدتنا، هلا بنرسم هذا أمر الرسم، هو بارز يعطيك بيجينينج وإند، تمام بيجينينج وإند. هلا أنا اذا عم بيعطيني مثلا بيجينينج اند، شو لازم اعمل؟ مثلا فيني انا ارسم بسهوله، اني ارسم على الفراغ فرضا، هاي 3 دي مثلا، ونرسم. شو بدنا نختار؟ بدنا نختار مقطع الاعمده. هلا شايف شو عم يقول؟ بار تايب، شو بدك اياه؟ انا بدي سمبل بار. هلا الفرق هون شو هدول؟ شو معناتهم هدول؟ انه هو عرفان وظيفه المقطع، يعني عرفان وظيفته من ناحيه وقت بده ياخده على التصميم، عرفان شو الحاله الاجهاديه. مثلا اذا انت قلت انه هو مثلا كيبل مثلا، فهي عناصر خاضعة على الشد، على الضغط بتطلع فورا خارج مستوى، يعني هي ما أنا عناصر ضغط غير مستقرة على الضغط، هي بس عناصر للشد. وبالتالي هون انا اذا رسمت العمود بدلالة الكيبل مثلا، حتى لو اخذت المقطع او مثلا ما الكيبل فرضا، ايه الكيبل مثلا اذا اخذت مقطع وافترضته عمود، هو رح هو معرفه له خواص، له بارامترات تصميم هاد، تمام. فانا لسه ما معرف بارامترات التصميم، يعني انا ما انا قايل له اللي بدي ارسمه جائز او عمود، فقط عنصر خطي عم برسم انا. فبختار شيء اسمه سمبل بار، سمبل بار. يعني مثلا شوف في عنده شيء اسمه وينه مثلا الاوبننج مثلا، الى خواصه هي مثل هي 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 فتحه بالبلاطه. فهو البارامترات، هو انت مثل ما قلت لك، ما انت عم ترسم وما بيفهم شو عم ترسم، انت بدك تدخل البارامترات الخاصه لتفهمه انه هذا عمود هذا جائز. هو عاطيك بارامترات هو معرفه جاهزه، انا لسه ما عرفت بارامترات تبعيته، وبالتالي رح اشتغل على ابسط شيء انه يكون عنصر خطي بسيط، سمبل بار. سكشن المقطع المختار بدي اياه، طبعا فكره البارامترات رح تبين معنا اكثر بس نفوت بالتصميم. سكشنز المقطع اللي بدي اختاره، انا برسم عمود، فراح اختار العمود انه 400 لنفرض. فبرسم اول عمود، هاي منسوب الصفر لفوق، ارتسم معي شايف، عطيك مقطع وكيف عطالته. هلا برايكم اي عطالي؟ العطالي الانسب هي اكيد بهذا الاتجاه، لانه العنصر وين محور الضعيف؟ اياه حول، اياه حول هذا، يعني عطالته صغير. اذا انت كافأت هذا، اذا اعتبرته مثلا مثل هذا مقطع عمود، فهذا البعد الصغير، يعني فالمحور الضعيف له، يعني يعني وفق اي اتجاه محور، يعني وفق اي اتجاه رح يكون اقل استقرارا، وفق الاتجاه الضعيف هيك،
تمام، يعني حركة الأعمدة بهذا الإطار. فنحن لازم تكون لحتى نعوض هذا النقص، نعوض هذا الضعف اللي سببه شكل المسقط تبعنا، بنحط عطالة الأعمدة الضخمة بالاتجاه الصغير، تمام؟ فعمودنا بهي الجهة. هلا رح أشوف كيف إذا فينا ندوره. هلا إذا بدنا نقصر شكل العمود، في عنا زر هون تحت اسمه شكله شكل زاوية، إذا شايفينه، شايفوا هاد بيطلع لك شكل المقطع، تمام؟ هيك. هلا إذا أنا كان بدي أدوره، طيب فأنا بضغط عليه هيك، شوف في هي هون أي شيء بتحدده بتعطيك هي النافذة خواصه كلياتها، الجيومتري تبعه كل شيء عن العنصر. فأنا مثلا شوف هون البارامترات تبعيته قايلين عنه سمبل بار، لاحظت؟ ما بيعرفوا لسه، ما فهمانو شو هو، تمام؟ الجيومتري الطول لينكث 4، عقدة البداية عقدة النهاية 1 و2. طيب هون بيجي بيقول لك جما زاوية الدوران 0، هو راسمه وفق الافتراض. طيب انا بدي ادوره، بدي اخلي محور القوة هيك، فبضغط على جما هون زائد وبكبس وبكتب 90، بدور رح نرجع للصفر نحن. لك طبعا شوف هون السكشن بيعطيك خواص مقطع، بيعطيك المواد تبعيته، الريليسز انه هو شو، متمفصل من الطرفين، متمفصل موثوق. دائما الخيار الافتراضي بالبرامج الانشائية عموما هو عنصر مستمر، بيعطيك انه ما في ولا ريليس، ما انك محرر ولا شيء، تمام؟ طيب خلصنا بهي الفكرة. هلا انا فيني ارسم كل اعمده هيك، بس انا مشان استعرض مختلف الاوامر رح اجي اعمل له هيك، رح اجي اعمل له ايديت وكوبي، موف وكوبي نفس الامر. الفرق انا محدده صح، بيقول لي ترانسليشن فيكتور يعني سهم الانتقال او النسخ، انا هون محدد كوبي ما انا محدد موف. فاذا حدد كوبي وجيت نقرت من هون العقدة اللي بدي العقدة البداية لعقدة النهاية بينسخوا، اذا عملت هيك وهيك سحبوا. طيب فيني ادخله بشكل رقمي، انا ما محدده، فهي عقدة البداية شو احداثياتها؟ صفر صفر صفر، بدي احركه لهون او خليني احركه هيك بالاتجاه واي 4 متر، وبدي اخليه هون، ما بدي اجيبه لهون، تمام؟ معناتها هي انا ترانسليشن فيكتور بحدده هيك، بحط له صفر، بقول له بدي اياه 4 باتجاه الواي، وبقول له بدي اكسكيوت يعني اعمل العملية، وبالتالي صار، تمام؟ وضحت الفكرة. طبعا انت هون فينك تعمل عدد عدد المرات النسخ مشان تبسط العملية عليك، ما تنسخ كل مرة بمرة. مثلا انا حددته number of repetitions عدد مرات التكرار، انا بدي مرتين مثلا، البعد 4، كرر لي 4 مرتين، 4 بـ4 صار هيك. هلا اذا بدي اشتغله بالاتجاه الثاني بكفي اني اشيل من هون، بحددهم اول شيء بعمل كانسل للامر، بحددهم كل كانسل، ما اخذ امر الكانسل، تمام، او سيلكت عفوا، بحددهم كلياتهم، شايف؟ وبس بكتب انه هون بتصير، لاحظ بتصير 4 هيك 4 مثلا، فاصلي رح تحط فاصلي هيك 0.0، ونمبر وحدة بس بدينا اكسكيوت، شايف؟ طيب شايفينهم. هلا الفكرة انا معلش بدي اجرب امر تاني، رح اجرب امر الميرور، بعمل ايديت، بعمل ميرور، رح اختاره هوريزونتال ميرور، بلين لوكيشن، ما ناخذ الميد بوينت بامر السناب هون، لكن اذا دخلت ب اكس واي، واذا دخلت على الارتفاع 4 متر، هدول الاعمدة، وبالتالي اذا بدي انسخهم بتصور انه بصيروا هون edit vertical mirror، او بس هو عامل لقطة المنتصف، تمام، نسخهم، بس هو فورا بياخد نقطة المنتصف على المسقط، صعب يحددها على ال 3D. لاحظ شو عملت؟ بس بدي اعمل شغلة، اولا بدي اظهر المقاطع لازم بينه، فلازم اعمل ديسبلاي،
راح نفوت ديسبلاي، هي أوامر العرض واضح من اسمها. فأنا بفوت على البارز بدي سيمبول، يمكن أبلاي بار ديسكريبشن. تمام، هاي الاكس واي هلا. المهم هو واضح بالعقد، اذا بدي اظهره فيني اعمل هيك انه طالع رقم العقد، شايف واضح هو من هون. فالفكره انه كنا نقول بنحددهم نحن للعقد الاعمدي اللي بالنهايه، بنعمل اديت، بنعمل شيء اسمه فيرتيكال ميرور. انا بدي مستوي شاقولي يعمل وفق التناظر، يعني مستوي هيك بينقل لي اياه هون حول مستوى تناظر. تمام، فبرجع بفوت على الاكس واي انا وبرجع بحددهم. اول شيء سيلكت العقد هي الثلاثه بلين لوكيشن، بس لحتى هو بياخذ الفور النص وبنقر نقرا صاروا عند الاعمده هون. اذا بدي اروح شوفهم لاقيهم على 3 دي هاي العقد، وبالتالي خليني احددهم انا فوما نعمل قط نقطه المنتصف. طيب خلينا هلا بناء على الكوبي اللي هو هيك، تاخده من هون لهون ونسخه وصارت جاهزه العناصر. هلا بالفيديو القادم رح نبلش برسم الجوائز والرئيسية والثانوي ونرسم عناصر التربيط.